ازيكم يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده للعجايب، تمام؟ من الاخر كده انا هجيبها على بلاطة من الاخر. لو عايز مفيش حد على وش الارض دي، تمام؟ طبعا مش اي حد طبعا يقف قدامك في العجايب، لازم تفهم الثلاث حاجات دول، الثلاث قواعد دول تمشي بيهم الف، تمام؟ عشان تتجنب ان انت تخسر، او حتى لو خسرت ما يتعاملش عليك تنين رباني. وفي واحد هيجي يكتب لي في التعليق، يعني ايه تنين رباني؟ يعني تاكل تنين من غير تنين، بمعنى اصح كده هتبلع لك مليون قتلة من غير تنين، من غير ما يضربك تنين يعني ويودي لك قتلة. ما علينا. بس قبل ما نقول القواعد بتاعت العجايب، هقول كلمتين ليكوا كلكم، والواحد بخصوص، واحد مخصوص نرم كده. فاكر الدنيا ماشية كده وخلاص، واخد بالك؟ معرفش ان كل حاجة بقدر وكل حاجة نصيب. المهم دلوقتي انت عايز مثلا حاجة تتحقق معاك، مثلا بتدعي تقول يا رب وكذا 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 وبتدعي. حلو، معاك انا، ادعي يا باشا براحتك، بس تبقى بعيد عن ربنا وتقول يا رب عايزه يقف معاك. مستني مني اقول لك ايه؟ يعني اكيد لا، اكيد لا، تمام. مثلا كمثال، لو انت مثلا عندك صاحب، الصاحب ده بيقف معاك في كل زنقة، حرفيا ما بيسيبكش في زنقة الا لما يقف معاك، جه احتاجك حتى لو على موت. شوف، حتى لو على موت انت لا اراديا هتلاقي نفسك رايح معاه. ليه؟ لانه دايما واقف معاك. حلو، فهو ده نفس الموضوع، نفس الوضع. انت طول ما انت لو قربت من ربنا، مسافة ما تقول يا رب، والله لو ايه كده، لو مين ضدك مفيش حد يقدر عليك، خلاص، تمام. انت طلبت من الاخر، يعني جبت من الاخر، تمام. فالاول اتصالح مع نفسك، لو بتعمل حاجة غلط بطلها أو حاول تقللها، تمام. حاول تقرب لربنا بكذا طريقة، مش طريقة الصلاة بس، يعني كذا طريقة. إن أنت مثلا لو بتعمل حاجة غلط، مثلا بتشتم، ماشي مع شوية صحاب مثلا مش كويسين، حاول ابعد. نفس الكلام برضو للبنات، يعني لو عندك صاحبة مش كويسة عادي ابعد عنها، يعني ربنا اكيد هيجيب لك الاحسن منها، يعوضك يعني عنها. يعني مش شرط ان انت مثلا سبتيها خلاص مش هيبقى ليك اصحاب، لا، بتجيش كده، بتجيش كده. ممكن في نفس اليوم اللي انت هتسيبي فيه الشخص اللي مش كويس ده، ربنا يبعت لك شخص كويس، والشخص ده هيكون افضل من الشخص التاني، وهتقولي سبحان الله، يعني الكلب راح جه مكانه ايه؟ ارنب. يوه، ما علينا. يعني تتقرب منه بكذا طريقة، يعني مثلا ان انت مثلا تطلع حاجة لله، واخد بالك؟ انت تساعد ناس، تساعدهم ماديا، معنويا، نفسيا، اللي تقدر عليه. ان انت اصلا ان انت تضحك في وش الناس دي صدقة، تمام. انا بشوف ناس اقسم لك بالله يبص وشه كده خلاص قفل اليوم بتاعي، انا خلاص اليوم بتاعي اتقفل خلاص، انا بفضل ماشي مش شايف غير بصة الشخص ده، خلاص انا كده اليوم اتقفل، فاهم؟ ف ما تتكبرش على حد، تمام. مهما عليت ومهما رحت وجيت، ما تتكبرش على حد، عشان الجنة مش هيدخلها واحد في ذرة من كبر، ذرة. انت متخيل الذرة ده؟ احنا انا عارف احنا كاصحاب، يعني انا اصحاب بنفشخ بعض تنمر وبتاع، بس ده هزار. ساعة الجد لا. اول قاعدة في العجايب، تمام، اول قاعدة في العجائب يا معلمين، النسب. النسب اول قاعدة في العجائب، النسب اللي هي بتجمع الصحة ونسب الهجوم ونسب اللي هي مثلا ايه، ابسطها لك. مثلا انا نسبي مثلا لو يكن 700 في المكس، 700 مثلا في المكس، عملت كاونتر لواحد نسبه 1000 في المكس، انا عملت له كاونتر، المفروض انا اكسب، صح؟ هو ده المفروض. هنا بقى القاعدة بتقول ايه يا معلم؟ اول قاعدة بتقول انك هتخسر، بس مش هتخسر
بنفس الفرق اللي هو لو انت داخل غلط او هو اللي عملك الكاونتر. تمام، طبعا ليدي نزلتني رتبة واحد عشان متخانقة معايا وكده، فهنعملوها معاها قريب. تمام، المهم عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تخلص خالص. جاتك البلا في شكلك. دو 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 دو. القاعدة احنا قلنا ايه يا جدعان، نسيتوني. النسب. دلوقتي انا عملت كاونتر لواحد نسبه 1000، انا نسبه 700 وهو نسبه 1000، انا عملت له كاونتر داخل صح. الكاونتر يا جدعان ان انت تدخل صح، تمام، وجيشك يضرب صح، تمام، تبقى داخل بكومب صح. دلوقتي انا دخلت بكومب صح على واحد نسبه 1000 وعملت له كاونتر، هيصدني دي اكيد، يعني هيصدني، تمام، بس هيطلعني بفرق بسيط. يعني الفرق ما بيننا مثلا قول 100000، حلو، هيبقى الفرق ما بيننا 100000، ده بالنسبه لك انجاز. لو اللي قدامك ده نسبه 1000 واقوى منك وحصل اللي انا بقول عليه ده، ده بالنسبه لك انجاز، اعرف ان انت ماشي صح. تمام، تخيل بقى اللي نسبه 1000 ده يعمل لك انت كاونتر. هنا بقى هتزعل، هتكتئب، هتعرف قد ايه ان انت نرم ومالكش فيها، وهتلاقي نفسك معنوياتك نزلت في الارض، واي حد حرفيا هيحط عليك في العجائب. طول ما معنوياتك نزلت وثقتك بنفسك نزلت هتخسر. هتقول لي مال الثقة بالعجائب بالحروب؟ اقول لك الثقة مهمة، الثقة مهمة في اي حاجة، لازم تكون واثق في نفسك. المهم، دي اول قاعدة، النسب، يعني بمعنى ما تلعبش ضد واحد اقوى منك، او جرب ضد القوي بس خد حذرك. يعني لو لقيت اللي قدامك جلدك وانت داخل صح، فانصحك ما تدخلش عليه ولا بلاستات ولا بتاع، اركن على جنب، شوف واحد كحيان، شوف واحد في مستواك، العب ضد واحد في قوتك، مش لازم تنزل ضد واحد قوي وتلعب ضده. يعني انا ياما بلعت تنانين رباني يعني، وياما خسرت، تمام، بس كانت الانتصارات بتاعتي بتبقى انتصارات يعني ضد مثلا واحد 5 قطع، واحد كان معاه ملحق بطل، حاجات زي كده، يعني 7 قطع بطل، حاجات زي دي، كانوا دايما يحطوا موقعي ويقول لك ده 5 قطع بطل، اللي يقول لك ده فول بطل، يحط موقعي في الشات العام ويقول لك ده فول بطل، فول بطيخ، وانا على الله حكايتي. المهم، تاني قاعدة، وهي ان انت تعرف ازاي تكونتر اللي قدامك. لو يكن مثلا اللي قدامك بيلعب مشارو مع عالي 8-8-4، والكومب ده خلي بالكم خسيس وخبيث في نفس الوقت، تمام، اهم حاجة تبص عليها الوحوش، الوحوش بتاعته، تركز على الوحوش بتاعته. لقيته حاطط وحوش الدرع، تمام، وحش مثلا الدرع بتاع الرماة، وحش الدرع بتاع المشاة، وانت ماسك مثلا نقول مثلا 6-5-9، 6-5-9، هل ينفع تصده بمصفوفة مشاة؟ ينفع، بس في حالة ان هو مش حاطط وحوش الدرع، فان انت تصده بمصفوفة رماة هيبقى احسن ليك، تمام، يعني انت بس 6-5-9 هتصده بمصفوفة رماة، هتصده بمصفوفة رماة وهتجلده، تمام، بس لو حاطط وحوش الدرع، يعني مثلا حاطط وحش الدرع بتاع الرماة بتاع المشاة الحاجات دي، حط مصفوفة مشاة وهتدعسه، هتدعسه دعس جامد كمان، تمام، مش لازم تكون مشاتك عالية يعني عشان تلعب مصفوفة مشاة، لا، على حسب الكومب اللي داخل عليك. يعني هو مثلا مشاره معاه عالي، انت لو حطيت له مثلا، بعدين هو مش هيقدر يحط مصفوفة فرسان، تمام، لان انا قلت ما ينفعش تلعب مصفوفة فرسان وانت فرسانك اقل من 8، ولازم يكون بطلين فرسان، لازم يكون كومبك يدعم الفرسان اساسا. يعني انت مش كومبك بيدعم الفرسان وتروح حاطط لي مصفوفة فرسان، هتنجلد، وش هتنجلد. المهم، ما تلعبش بكومبات انت مش عارفها، جرب الكومبات مع صحابك في المخيمات، اعمل تيست، شوف فيديوهات، تمام، الاول خد فكرة عن العجائب وتعلم عن العجائب الاول، بعدين ابدأ في حرب العجائب. يعني مثلا ادي عندك الساحة، ساحة التنين داخلة، حلو، ساحة التنين يا معلم خلاص داخلة علينا، المطلوب ايه يا معلم في ساحة التنين؟ هتجرب كومبات، حلو، مثلا هتشوف انهي كومب انت جبت فيه اعلى ضرر، والكومب ده تبدأ تشتغل عليه، تشتغل عليه من ناحية النسب، تشوف نسبك عاملة ازاي، تحاول تعلي نسبك، تحاول توطي النسب، تحاول تظبط الدنيا معاك، ترفع الصحة، يا ريت يعني لو هترفع النسب على حساب الصحة ما تلعبش عجايب، عشان الصحة مهمة، ما ينفعش ترفع النسب على حساب الصحة. المهم،
ساحة التنين جاية تمام. جرب جرب الدنيا هناك في ساحة التنين قبل ما تجربها على أرض الواقع عشان ما تتصدمش. ودايما طمن ان الكوب بتاعك صح، يعني انت طالب مثلا 6 5 9 لازم تبص تشوف الرماية بتاعتك عالية عن الخمسة ولا تحت الخمسة، هل فرسانك صح ولا. انا كنت طالب قبل كده 9 4 7 كانت فرسان 2.5 مليون، يعني الكومبات اللي بتبوظ دي بالسلامة خلاص، طول ما كومبك باظ خلاص هتروح فيها. طيب القاعدة الأخيرة وهي التالتة وهي أهم قاعدة فيهم، اختار الضحية بتاعتك أو اختار الشخص اللي هتحشد عليه. بمعنى متنزلش ضد أي حد وخلاص. يعني مثلا أنا لما حد بيطلبني في فزعة لقيت اللي قدامي مثلا فول تشامب فول تشامب وقوي مش هقدر عليه، بجيب حد يطلعه، مثلا اجيب احمد، اجيب درويش، اجيب حد ايه يقدر يحط على الشخص اللي قدامي ده تمام. لكن ما بنزلش انا افتح صدر اقول له ولا ايه بتاع واروح داخل، لا. ما انا التحالف اللي انا نازل فيه ده المفروض ايه، انا نازل افزع لهم، نازل اساعدهم، مش نازل اخسرهم جيش تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة انا بنزل ضد ناس تمام، ممكن ينزل قصادي 5 قطع بطل بصد منه، وانا ساعتها حرمت انزل في تحالفات عربية بسبب ان انا في مرة كان اتحشد عليا من واحد 5 قطع بطل، والتحالف فضل يقول لي فك فك مش عارف مين هيمسك، فك فك مش عارف مين هيمسك، والحمد لله صديته وقفلت الحصن، الحصن الوحيد اللي اتقفل اصلا في الحرب. As a star among the midnight sky, all the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and
حد يقول لهم ان احنا لسه بنسخن، قول لهم ان احنا بنسخن. فالعرب مش هيثقوا فيك، ولو وثقوا فيك انت بص اقول لك حاجه، اي تعليق سلبي، اي تعليق سلبي هيجي لك اعرف ان القناه بتاعتك متابعينها معظمها عرب. والله الاجانب بيدعموا بعض بطريقه غبيه، يعني تلاقي الاجنبي لو اقول لك ايه، لو واحد طلعه في العجائب بفرق مثلا 50,000 يقول له عاش وبتاع ويشجعوه في التعليقات، عندنا احنا هنا يبص يدمروك نفسيا، يفشخوك عاطفيا. بص اي من الاخر هيتحط عليك، هيحط عليك في التعليقات، هيقول لك مثلا ايه. يعني انا قبل في الاول كنت بديها بفخ صد، جه واحد قال لي لو جه واحد معداته خرافي هيولعك، صديت واحد معداته خرافي تمام، نفس الشخص لو معاه وحوش لفة خمسة هيولعك، بلعت واحد وحوش لفة خمسة ومعدات خرافي، لو معدات بطل هيولعك، رحت بلع واحد معدات بطل ووحوش لفة خمسة، جالي في التعليقات قال لي تخيل كده انا فخ صد، لو حشدك هيولعك. طب انت عايز ايه؟ طيب انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ فخ صد يعني 2 مليون تي 3، يعني انت عايز اني ابلع حشد؟ اقول لك كلمة بس بعد الفطار. والله لا ادمركم دمار عمركم في حياتكم ما شفتوا، الوعد قدام وانا خنطيره، انتبهوا لي. المهم فالناس دي دايما هتلاقيها يعني يحبطوك في اي مكان، حتى على الفيسبوك انا بشوف بوستات كتير، واحد مثلا فرحان ان هو صد حد وهو باين عليه داخل اللعبة جديد، الناس بدل ما بتشجعه تقول له عاش كمل بتاع، بيحطموه نفسيا، يعني يقول له انت فاكر ان دي قتلة، لا لا انت رحت ولا جيت ولا انت لسه عيل سيكي بيكي هيك، حطوا عليه ويقدروه ويتنمروا عليه في التعليقات. ودايما اللي تلاقيه بيتنمر عليك ده عمره ما لعب عجايب. يعني عايزكم تتخيلوا حاجة واحدة بس، تخيلوا سطوف يبقى معاه حساب قطعتين 12 مثلا، مثلا يعني تخيلوا كده. طبعا انا مش هقول لكم انا هعمل واعمل واعمل، انا بعون الله هعمل واعمل واعمل تمام، ساعتها بقى ولا يفرق معايا ماكس 12 تمام، ولا يفرق معايا امبراطور، ولا يفرق معايا حد. ليه؟ لان انا كده هنافس، هيبقى معايا حاجة تنافس تمام، انما حسابي ده ما ينافس، يعني مش بينافس تمام، يعني هو ما هوش ند لحد يعني من الاخر يعني تمام. فلو معايا حساب قوي صدقوني انا هعمل عظمة تمام، وهدخل التاريخ يعني، هدخل التاريخ عامة يعني تمام، وهبلع اي حد. طب ازاي يعني؟ يعني انت دلوقتي عايز محدش يطلعك في العجائب، انت دلوقتي مسكت بكومب، لو يكن مثلا 6 5 9 9 4 7 مسكت بكومب خلاص، دايما تخلي ايدك على حاجة من الاتنين، لو اللي قدامك خسيس وحاسس ان هو ممكن يدخل عليك بلس، دايما خليك يا صفوف رماه يا مصفوفة رماه، يا صفوف رماه يا مصفوفة رماه تمام. ليه؟ لانه لو داخل عليك فرسان صفوف رماه هتصده، 0 5 5 هتصده بمصفوفة رماه. ده يعني انا مثلا انا بشوف ناس بتحط وحوش العجايب في العجايب، ده من الاخر ده ملوش عجايب، ده انا اقسم لك بالله لو انا ار 5 او ار 4 في تحالف ولمحت واحد حاطط ابطال عجايب في العجايب انا مش هطرده، انا اقول له السي دي بتاعكو فاهمين، هطلع له السي دي بتاعه كده من الاخر، واروح اقول له بص شوف شكلك عامل ازاي، هل هوله ازاي، هروح طرده بره، وهقول للمملكه اللي هيدخل الحيوان ده معاه ما خلاص يعوض ربنا على التحالفات. يعني زمان كانت التحالفات بتدور على الخبرة، دلوقتي التحالفات بتدور على اختام تي 5 بس، اختام تي 5 تقول لهم انا قائد حشد انا عندي خبرة انا عندي بطيخ، يقول لك لا 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 احنا عايزين اختام تي 5. يعني مثلا البي ام، تحالف البي ام اول ما دخلنا فيه انا ودرويش ما كانوش بيثقوا فينا نهائي، الثقة في الارض حرفيا ما كانوش بيثقوا فينا، لحد ما شافوا بعينيهم انا ودرويش كنا بنعمل ايه تمام. احنا اول حرب، اول الحروب ما كنا بندخل معاهم ساحة التنين، لان حروبهم توقيتاتهم كانت زي الزفت، توقيت الحرب بتاع البي ام كان دايما بيبقى بعكس توقيت الكوكب كله، فكان صعب نشارك في الحرب معاهم. فاول حرب شاركنا معاهم انا ودرويش ابدعنا، اولا درويش طلع واحد اقوى منه بمراحل تمام،
انا جلدت واحد برضو اقوى مني 4 قطع بطل. اول ما جلدته ضربني بلاست الخسيس وطلعني، رحت ضربه بلاست 0.55، رحت مطلعه وصدني صح وطلعته. فمن هنا بدأت تبني الثقة، خلاص التحالف عرف ان انت عندك خبرة، بتعرف تلعب، بتعرف تنافس، بتعرف تحشد. خلاص لما يكون في حاجة مثلا انت خلاص انت بقيت من القادة الحشود بتاعت التحالف، خلاص بيعتمدوا عليك، تمام. فالتحالف اللي تلاقيه خلاص وثق فيك، خلاص افضل فيه على طول، مش كل شوية تتنطط لي في تحالف. يعني انا مثلا اسير في التحالف ده، مأسور يعني، مضينا على كمبيالات، فاهمين؟ فصعب ان انا اسيب التحالف الا لو حصلت مشكلة كبيرة، الساعة دي هروح مصفر التحالف كله وخالع، تمام. وسعت مني دي صح؟ انت صح؟ لا والله انت تستعبط، انا شايف عينيك مفتحه، انت هتعملي وربنا نايم اهو. انت بتستهبل وربنا ما بستهبل. اقفل الاباجوره ونام. لا ما اعرفش انام ايه، مقفول. نام. حاضر. ما علينا، باذن الله اي حد عايزني في فزعه، تمام، في حروب، يكلمني قبليها، يكلمني قبليها بفتره، يعني مثلا قبل الحرب بيوم، قبل الحرب بساعات، يشوف الأول ترتيب المملكة عنده، يشوف الترتيب المملكة 50 قوته كام، شوف أنا أقدر أنزل قوتي 20 مليون تاني، تمام. يعني هبقى 100 مثلا، قول 100 مليار 160 مثلا، أو مليار 170، حلو، مليار 170، قول مليار 170، تمام. يعني لو عاوز تنفذ أو كده، شوف أنت ترتيب المملكة عندك عامل إزاي. هتيجي هنا، هتيجي عند القوة طبعا، ما تاخدش في بالك عشان المملكة بتاعتنا مملكة الكفار، فيعني اهو ده ايه ده، اهو ده مزرعة، ده حرام الجه والله، ده لو نزل، لو درعه نزل ده. ما علينا، هتنزل كده يا معلم، هتجيب لي ترتيب 50، عندك قوته كام؟ يعني بصوا احنا عندنا الاسكيو منهم لله، اهو ده ممكن العب ضده، ده مش معنى ان هو ملحقات وكده ان هو مرعب، لا لا، يتلعب ضده عادي، يعني عادي، ده بلح كل الحاجات دي شكليات. فما تخافش من شكل الحساب، تخاف من دماغ اللي بيلعب بالحساب، لو دماغه ذرية هيجلدك، انما لو نوب والله العظيم سهل تحط عليه، تمام. يعني ده خنزير، ده خنزير، يعني ده شفت لعبه خنزير على اخر. يعني تشوف ترتيب 50 يا معلم، وتقول لي مثلا الحرب بتاعتي الساعة كذا، تمام، تكلمنا على اللاين، تكلمني هنا في اللعبة عادي اللي تشوفه، المهم ان تكون تكلفني لفيفة، لان في ناس بتكلمني بتبقى في ممالك محظورة. طب اجيلك ازاي انا ممالك، اقول له مملكة محظورة يقول لي تعالى، طب انزل لك ازاي انا مثلا، واحد يقول لي تعالى لقيت بتكلفني 8 لفايف ولا 9 لفايف، فصعب يعني، صعب ان انا انزل الحروب في ممالك مكلفة، تمام. انا معايا لفايف الحمد لله، بس الفكرة ايه، ان انا عايز انزل كذا حرب بتكلفة قليلة، مش انزل حرب واحدة اتشمت فيها وفي الاخر احشد حشد واحد يعني والحرب تخلص، زي حرب التي جي. يعني حرب التي جي يا دوبك هو حشد واحد، صديت الواد، طلعت الواد من هنا وخلاص، ما حشدوش تاني، اللي هو ايه، طب يا جدعان بس كده حشد واحد بس، ده ليدي ماسكاها عليا لحد دلوقتي، تقول لي انت نازل حرب عشان حشد واحد، قالت لي انت بتضيع لفايف كده بتبعترهم ليه، معاك كام لفيفه، ودخلت معايا بقى في حوار، تمام، وهددتني بالكمبيالات، واخد بالك انت، وقالت لي السي دي بتاعك معايا، وانا قلت لها السي دي بتاعك معايا، وقامت حرب، ودرويش فضل عركه فضاها وهدى الدنيا. درويش عندك التعليقات اديها ودي، تمام، بس اعمل حسابك احنا في رمضان، تمام، خلي بالك، ها، ما تنساش نصيحتي اللي انا قلتها في اول الفيديو، ما تنساش النصيحة اللي انا قلتها في اول الفيديو، طبعا انت نسيت وانا نسيت برضو، فاقول لك هنا سلام يا زميكس. انا عشت كتير على الارض، شفت حاجات لا يمكن تتخيلها، شفت الخير، شفت الشر، شفت الشروق، وشفت كمان الغروب، شفت القصب وهو بيتعسر، وشفت البطاطس وهي بتتقلي، شفت البيض وهو بيتسلق. انا رحت اسكندرية مرتين. ياه، ده انت طلعت جبل يا جدع. عشان كده عايزك تتعلم مني يا I am you.